طالب ضحايا أستراليون للاعتداءات الجنسية التي جرت قبل عقود بحق أطفال في الكنيسة الكاثوليكية مقابلة البابا فرانسيس. هذا الطلب يأتي بعد الشهادة التي قدمها مسؤول روحي عالي المستوى في الفاتيكان حول مسألة الاعتداءات، واعتبرها الشهود غير كافية لنقل حقيقة ما جرى. نريد إسماع صوتنا، يقول أحد الضحايا المفترضين. نريد أن يتم الاهتمام بأمرنا وأن نتمكن من تغيير الأشياء بالنسبة للأطفال في المستقبل. ويقول آخر، ربما على جميع المؤسسات إقامة أنظمة خارجية لتأمين حماية الأطفال، فمن الواضح أن النظام الحالي يسمح للكثيرين بالقول لم أكن أعتقد أنه من واجبي حماية الأطفال. خلال مقابلة متلفزة من مقره في روما، وزير مالية الفاتيكان جورج بيل اكتفى بالقول أمام اللجنة الأسترالية المكلفة بالتحقيق بأن بعض رجال الدين كذبوا عليه لتغطية اعتداء جنسي جرى في السبعينيات عندما كان مسؤولا عن الكنيسة بأستراليا.